خلينا نروح ل يعني حد تاني حقق نجاح كبير قوي، والمره دي هنروح للبطله فايزه محمود لاعبه منتخب تنس الطاوله البارالمبي، نموذج رياضي متالق قدرت انها تثبت موهبتها وقدرتها على التميز والتالق رغم المنافسات الصعبه دوليا. بطله منتخب مصر في الحقيقه فازت بميداليه ذهبيه في بطوله السعوديه الدوليه لتنس الطاوله البارالمبي بعد ما تغلبت على منافستها لاعبه نيجيريا في نهائي البطوله. طبعا بكل تاكيد بطله مصريه تستحق ان احنا نسلط الضوء عليها ونتكلم عنها ونعرف الناس المجهود اللي بذلته معانا على التليفون البطله فايزه محمود لاعبه منتخب تنس الطاوله البارالمبي عشان تعرف منها بقى على تفاصيل رحلتها الرياضيه وتفوقها. صباح الخير عليكي والف الف مبروك. صباح الفل. صباح اخبارك ايه يا محمد؟ صباح الخير. صباح النور. الف الف مبروك طبعا في البدايه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت داخله بقى المنافسه دي ومتوقعه انك تفوزي؟ الحقيقه المنافسه ديت كانت فيها حساسيه جامده جدا لان كان فيها بطله نيجيريا اللي هي احنا بنلعب نهائي افريقيا دايما مع بعض. دايما. فكان الماتش فيه سخونه شويه بس الحمد لله. يعني دايما انت بتقابليها في البطوله الافريقيه؟ لا نيجيريا بس البطله ديت ما كانت ما شفتهاش قبل كده لان انا الايفنت ده بلعبه جديد. انما كبلد تقصدي؟ كبلد. انا قابلت زميلتها لكن هي كانت اول مره اقابلها وهي كانت كسبانه الشوط الاول، كنت لسه بستكشف المباراه وكده بس الحمد لله يعني فضل من الله كبير يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب انت جهزتي نفسك ازاي للبطوله دي؟ والله احنا قعدنا في المعسكر حوالي يعني اسبوع او 10 ايام فكان ما كانش عندنا وقت لان كان فتره قليله جدا، فكنت بقى يعني كلنا كنا بنسرق الزمن في التدريبات والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوصل لمستوى كويس او مقبول لحد ما يعني لان احنا نقدر ندخل بالبطوله الحمد لله. يعني كانت النتائج مرضيه جدا بالنسبه لي يعني كمان وزمايلي زميلاتي الحمد لله. يعني فايزه انا اعرف انه او انا بحب العب تنس الطاوله وعارفه ان هي من هي بتحب بس ما بتعرفش تلعب. لا ما بعرفش. تعالي عندنا واحنا نخليكي تحبي وتعرفي. حبيبتي شكرا. من ألذ اللعب اللي ممكن تلعبيها، ايه اللي خلاكي تختاري اللعبه دي بالتحديد في الاول وازاي تألقتي قوي كده فيها؟ يعني دايما عشان تعملي حاجه كويسه قوي في لعبه زي دي لازم تبقي من الاول خالص حباها. ابتديتي في سن كام وايه اللي حببك فيها؟ طبعا هو تنس الطاوله لعبه صعبه جدا من اصعب الالعاب اللي الناس تفوش لانها لعبه سريعه جدا، لعبه فيها شغل دماغ قوي، لعبه بدنيه عاليه جدا لان احنا ملعبنا صغير ورد الفعل سريع فلازم يكون احنا عندنا قوه بدنيه وطبعا قوه ذهنيه عاليه قوي. على فكره وقوه ذهنيه لازم فعلا يبقى عندك خطه معينه عشان تبقي فاهمه اللي قدامك بيلعب ازاي وعشان تلعبي على التاتش كمان. طبعا خطه وخطط بديله لان الخطه اذا تم معرفتها على الطاوله او اذا تم التعامل معاها من المنافس لازم يكون في خطه بديله فورا. يعني احنا كمان الجيم صغير جدا، الجيم 11 بوينت ف يعني كل حاجه فيها اتخاذ قرار سريع جدا. بس طبعا انا بحبها قوي اللعبه ديت من وانا صغيره وبديتها للاسف في سن كبير شويه، انا بديتها وانا بعد الجامعه. بس ما شاء الله يعني بادئه كبيره بس ما شاء الله متالقه وبنبارك لك مره ثانيه وبنتمنى لك كل التوفيق كمان في اللي جاي. البطله فايزه محمود لاعبه منتخب تنس الطاوله البارالمبي شكرا جزيلا ليك. وهستناكي اكيد تلعبيني او تعلميني في الحقيقه. عارف يمكن كمان يا شاذلي ده من الحاجات اللي ممكن نوصلها شويه بلو مواقع التواصل الاجتماعي وقفت، انه الناس هتبتدي تنتج، هتبتدي تبدع، هتبتدي تعمل كويس قوي في شغلها او في رياضتها. يعني انا ما اعتقدش ان فايزه بتقضي وقت كبير على السوشيال ميديا، مستحيل. يعني اكيد هي بتقضي وقت كبير قوي في التمرين عشان البديل ده اللي كنا بنتكلم عنه بقى ان في البديل موجود بالظبط.